السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي النقشة أو الرسمة المكسيكية، بس حباية صغيرة زي ما انتم شايفين كده. أنا حاولت برضو اللي أنا أجيبها لكم في الشمس تبقى باينة كويس. تبدأ بتدقها كده واحدة جنب واحدة، بعد ما بتفرد سمك 2 مللي. ده بروفايل تقدر تشتغل من أي شركة زي ما تحب. طيب بعد ما خلاص دقيتها، بعدها بثواني على طول بتجيب الكاوية البلاستيكة بتاعت الياسة أو البحارة دي، وتبدأ تكوي الحباية أو تكبسها أو تمسها بالخبط كده. كده بيظهر عندك الشكل. طريقة سهلة خالص وسريعة، في مقاطع كتير في القناة. كان معكم أخوكم محمود الحلواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله.